طيب يعني لما نيجي نقول مثلا اسمك، ممكن نقول اسمك مثلا رضا ابن المجهول ابن عبد الله، هل ينفع ابوك يبقى مجهول؟ لا ما ينفع تقول ابويا مجهول. ممتاز. اذا السند ضروري جدا في التوثيق، صح ولا مو صح؟ صح 100%. احسنت. كيف اوثق سند واقول ان هذا الكلام كلام الامام وفي اتنين مجاهيل في السند؟ يعني مجهول الحال، يعني ايه؟ مش معروف ده كان مين ولا اصله ايه، ولا مسلم ام مسيحي ولا يهودي، هل فعلا شخصية حقيقية ام شخصية وهمية، واربط عليه دين عقيدة توقيع. ازاي يا فندم؟ دين مبني على الاكاذيب. فضل يا المنذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عمال تقول لي عندنا 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 عندنا، تفضل. نعم نعم، انا اقول عندنا والشبكة اما ضعيفة، ولكن عندنا ادلة. تفضل يا فندم. حد شيعي؟ هات لي دليل واحد يا فندم. نعم، سند صحيح. دليل واحد بسند صحيح ان عثمان كمال الدين في كتاب كمال الدين الجزء الثاني صفحة 512. اقرا يا فندم. وكذلك في الغيبة للطوسي. اقرا يا فندم. 43. اقرا يا فندم. أنا أقرأ؟ أنت ردت سند، ما قلت لي أقرأ، أنا أعطيتك السند. فين السند؟ أنت أديتني مصادر كتب. أنت بعد عليك أن تبحث. هو ده سند ولا مصادر كتب؟ أنا أبحث. نعم. يعني أنت أديتني سند ولا مصادر كتب؟ مصادر كتب هذه، نعم. لا لا لا، مصادر كتب هذه. اقرأ السند كده يا فندم بتاع المصادر. نعم. اقرأ الروايات كده. نعم. الرواية تقول. هل؟ أيوه، ماذا تقول؟ اقرأ يا فندم. شيخنا الكريم هل تسمعني؟ لا والله يا فندم ما سمعتكش. اقرا. انا اعطيتك المصدر. اقرا يا فندم. طلبت مصدر. اقرا ده انت. انا ما طلبتش مصدر والله يا فندم. رجل باحث. انا ما طلبتش مصدر يا فندم، انا طلبت سند صحيح ان عثمان بن سعيد قابل المهدي. وهذا هو وهذا. ما تقرا. طيب يا فندم ما تقرا يا فندم السند. اقرا. أنا ما أقرأ، ما قدامي، أنا ما أقدر أطلع. طلعت إليك ودخلت عليك. أنا أخش أدور. أطلع من النت وأرجع أقرأك. اطلع من النت واكتبها وتعال لي تاني. لا لا، موجود يما 500 الجزء الثاني 516. الغيبة الغيبة للطوسي. الغيبة للطوسي. للطوسي الجزء 4 كمال الدين. يا عم الغيبة للطوسي صفحة 500. خلينا في الغيبة الأول. الغيبة للطوسي. الغيبة للطوسي 243 صفحة 243. 243 و43 الجزء الأول صفحة 243 صح؟ أما الحوادث. اصبر 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 بس اصبر بس تقريبا نص الحديث. اصبر بس الله يصلح حالك. اصبر. يلا تفضل. اصبر. أولا رواية توقيع أما الحوادث الواقعة ده توقيع ضعيف سندا، ده فيه ثلاثة مجاهيل. تمام؟ فين دلوقتي انت؟ هاي كتبنا احنا. انت لا لا، هي هاي كتبنا. انت منين ضعفها؟ من ضعفتها انت تضعف بكيفك؟ هاي كتبنا احنا. يعني معلش الكتب يا من عندك يا استاذ بطيخ. يا شيخنا الكريم. يا استاذ فندم. يا استاذ يا فندم. نعم من عندك كان الضعف. اسم حضرتك يا فندم. السند لنا تابع. اسم اسم حضرتك يا فندم. المنذر. لا اسمك الحقيقي يا فندم. لا اريد ان ابوح به، فانا كذا وكذا. طيب يعني لما نيجي نقول مثلا اسمك، ممكن نقول اسمك مثلا رضا ابن المجهول ابن عبد الله، هل ينفع ابوك يبقى مجهول؟ لا ما ينفع تقول ابويا مجهول. ممتاز. اذا السند ضروري جدا في التوثيق، صح ولا مو صح؟ صح 100%. احسنت. كيف اوثق سند واقول ان هذا الكلام كلام الامام وفي اتنين مجاهيل في السند؟ يعني مجهول الحال، يعني ايه؟ مش معروف ده كان مين ولا اصله ايه، ولا مسلم ام مسيحي ولا يهودي، هل فعلا شخصية حقيقية ام شخصية وهمية، واربط عليه دين عقيدة توقيع. ازاي يا فندم؟ جيد جدا. اعطني من هؤلاء الذين انت ضعفتهم ووجهتهم. طب حضرتك حضرتك بس حضرتك يا فندم دلوقتي حضرتك هتخش في البحث تمام وتقول تواقيع المهدي والمجاهيل فيها. ممتاز. اكتب كده اكتب كده. نعم. في البحث عندك. نعم. وشوف. نعم. انت. نعم. رد علمائك ايه. خلاص رد علمائي. علمائك انت نفسهم. علمائك انت نفسهم. انت تمام. انت لا. انت برايك هل علماؤنا جهله يعني برايك؟
يا علماءنا مع علم مع فطاحلة علل العلماء الذين لديكم، على علماءنا أيضا فطاحلة وكبار من الفطاحلة، هل تعتقد كل ظنك أنهم صغارا لهذا المستوى ليروون لنا رواية صحيحة عن الإمام المهدي؟ طيب في عندك يا فندم، في عندك يا فندم في الطبق الدين كله على العلماء يا أستاذ، يا أستاذ في عندك في التوقيع اثنين تفضل ضعفاء، عشان قلت لك كده ماشي، محمد بن عصام. نعم أنت قلت لي ذلك. وإسحاق بن يعقوب. نعم. هات لي توثيق الاثنين دول كده، محمد ابن عصام واسحاق ابن يعقوب. محمد ابن عصام واسحاق ابن يعقوب. اتفضل يا فندم. هؤلاء في رواية. ما في التوقيع اللي هما توقيع الحوادث الواقعة، ما هو التوقيع الحوادث الواقعة، هما الاثنين دول ذكروا في توقيع واحد. ايه هاي في رواية، من قال لك يوجد لدينا في الحوادث الواقعة رواية واحدة؟ هذا ديننا بنى على هذه الرواية فقط أخي الكريم. أنت دينك كله في الغدير يا فندم، أنت بتحتفلوا بيه اليوم يا أستاذ، يا أستاذ المنذر. يا شيخ أشرف أنت متعلم وعالم كبير يا أستاذ المنذر، ونعرفك أنت عندك بحث في الدين كبير جدا يا أستاذ المنذر. بروح أنا تثق بدين، هل تثق بدين يمشي على روايه واحده؟ طب هقول لحضرتك على معلومه وهتصدقني فيها وتكذبني. النهارده بتحتفل بعيد الغدير صح؟ صح؟ نعم تفضل. عيد الغدير كله قام على روايه واحده. كيف؟ وهات في روايه الامام احتفل بعيد الغدير اللي هي روايه واحده؟ نحن نحتفل بهذه الروايه لانها ذكرت بالقران. هي اعترفت انت دين يا استاذ، يا استاذ علي بن ابي طالب في كل مكان. انا بتكلم عن اقامه العيد يا فندم، اقامه شعيره العيد دي لم تذكر الا في روايه واحده وروايه ضعيفه. جيد جدا، جيد جدا. هل تقبل بان عيد الاضحى يذكر في كثير من الروايات بغير مواقع؟ هي ذكرت بهذا اليوم لان هذا اليوم هي. هو انت بتنقد نفسك يا عم الحاج؟ يا عم الحاج هو انت بتنقد نفسك؟ بتقول عندنا تواقيع كثيره تمام غير هذا التوقيع، وقلت لك هات لي التواقيع الكثيره. يا شيخ اشرف روايات كثيره وليس تواقيع، عفوا. طب روايات كثيره يا عم الحاج، انا بتكلم عن التوقيع اللي انت بتقوله اما الحوادث الواقعه. قلت لك اتفضل التوقيع ده. روايات كثيره عن هذا الحديث وليس حديث. هات لي الروايات الكثيره عن هذا الحديث يا فندم تصحيحها، ومع السند بتاعها وانا ضعف لك عناية ليك على شروط الشيعه واقوال علماء الشيعه. اتفضل يا فندم. انا اعطيت جيد، انا اعطيتك الصحيح منه. لا مفيش صحيح. صحيح في يا عم الحاج صحيح. اكتبها يا عم، انا كتبتها صحيح ازاي امام الناس؟ صحيح ازاي وفي اثنين مجاهيل بعد اذن حضرتك؟ جيد جدا. المجاهيل الذي تقول عنهم في غير روايه، اظهر هذه الروايه التي اعطيتكها بالسند. ما هي والله اقرا لي السند كده يا فندم، اقرا لي السند. قلت لك والله ستنا راح انسى يمكن. قلت لك في الطوسي كتاب الغيبه للطوسي صفحه 243 اتذكر ذلك. طب السند بتاعها بعد اذن حضرتك يا فندم، اقرا السند، اقرا السند بقى بتاعها عشان انت بتقول انا اعطيتك السند. اهو ادي الروايه الاولى يا اخواننا الاحبه في الغيبه للطوسي في الجزء الاول صفحه 313 بتقول: واخبرنا جماعه عن جعفر بن محمد بن كولويه وابي غالب الرازي وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب اول مجهول. ممتاز. سالت عثمان بن سعيد العمري رحمه الله ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه مسائل اشكلت علي، الى ان ياتي ويقول في الصفحه 314: واما الحوادث الواقعه. تمام اهي الروايات يا اخواننا الاحبه. نعم. بارك الله فيك. هذا جيد. أهي. انت قرات حضرتك بقى دلوقتي يا فندم، يا فندم سند ضعيف في مجهول اسمه اسحاق بن يعقوب، ما تركز الله يصلح حالي. انا اللي قراته انت، مو انا الصفحات اللي اعطيتك اياها ما قراتها انت. قلت لك الجزء الثاني صفحه 516 الغيبة الجزء الثاني صفحة 343. طيب ادي كتاب الغيبة على الشاشة، وهنجيبهم لي على الشاشة. ادي كتاب الغيبة صفحة 343 صفحة 343 في المصري اهي يا عم الحاج ماشي. واخبرنا جماعة، ادي نفس الموضوع قدامكم على الشاشة، مين الجماعة دول مش عارفين، عن محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن باباويه وابي عبد الله الحسين ابن علي تمام اخيه، قال حدثنا ابو جعفر ابن علي الاسود رحمه الله قال سالني علي ابن الحسين، هو ده سند ابن موسى ابن باباويه رضي الله عنه بعد موت محمد ابن عثمان العمري. احنا بنتكلم بعد موت دلوقتي محمد ابن عثمان العمري، احنا بنتكلم في كيف راى محمد ابن عثمان العمري او عثمان العمري المهدي. هو ده السؤال. اكمل الحديث.
الحديث ايه نعم اكمل الرواية اكمل الرواية. لا حضرتك أكمل. فين هنا حضرتك يا فندم رواية فين الرواية ان هو هنا لا اه رأيه قدس سره انه سأل ابو القاسم من روحي قدس روحي ان يسأل مولانا صاحب الزمان ان يدعو الله ان يرزقه ولدا ذكرا فسأله فانا هو ده مش دي البتاع. مين الجماعة يا فندم مين الجماعة ومين عبد الله بن الحسين مين عبد الله بن الحسين بن علي تمام. هذا اعتقد في علم الرجال هذا موجود في علم الرجال عند علمائكم الرجال ونحن عند علماء. طب ما تطلع لي توثيقاتهم يا فندم واحنا هو بنتعب نفسنا ليه المنذ ما تطلع لي توثيقات بعد احنا محضرت. نروي الروايات يا شيخ اشرف انت تعرف احنا الذين نتعلم نروي الروايات الصحيحة نرويها لكم وليس علماء مطلعين بعلم الرجال الذي كما ابو القاسم الخوئي كما عندكم الالباني وغيره هذا ما نقول نحن الروايات الصحيحه. هو انت ليه حضرتك يا فندم حافظ مش فاهم؟ لا 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 لا, لا بالعكس عفوا يا شيخ اشرف انا فاهم ولكن لم اتعمق بعلم الرجال انا اخذ الروايه الصحيحه عن مسانيد التي لدينا من علمائنا وانكر التي ينكرونها مثل ما عندكم انتم الحسن والضعيف كذلك. طب انت عندك المجلس يعني عندك والصحيح. عندك المجلسي صحح روايه ان نبي الله ادم كافر هل تصدق المجلسي؟ لا حاشا لله كما قال الامام الصادق التي لا نقتنع بها لم تطابق القران نضربها عرض الحائط عرض الجدار. طب ما العصمه عندك لم تطابق القران تضرب بها عرض الجدار؟ العصمه لم تطابق القران كيف؟ اه يعني عندك نبي الله موسى انا عندك نبي الله موسى نسي ونبي الله ادم عصى كيف يكون معصومين وانا اقول واحد نسي واحد عصى؟ هسه ذهبت للانبياء الانبياء سلام الله عليهم الله عز وجل اعطى مقامات كيف اعطاهم مقام لموسى وجعله من اولي العزم الخمسه اولي العزم الخمسه الذين تعرف ما مقام. يا عم انا ما بتكلمش دلوقتي انت بتقول كل طبق القران انا بتكلم في مطابقه القران الله يصلح حالك مش بقول لك احكي لي قصه نبي الله موسى واحكي لي قصه نبي الله ادم الان القرآن قال نبي الله آدم عصى هل تصدق القرآن أم تصدق الروايات التي تقول لم يعصي؟ نعم نعم لا بد من أن نصدق القرآن يبقى إذا كذبت العصمة على طول خلاص قول أنا لا أعترف بالعصمة لأنها منافية للقرآن. لا حاشا لله أنا أعترف بالعصمة ولكن يوجد مقامات لكل مقام مقال الله عز وجل يوضح في آية مكان ما وفي مكان آخر يوضح غير آية. طب ما توديني كده الله عز وجل أيوة يجعل أيوة. نعم ايوه كده ازاي يعني نعم. فهمني كده الله عز وجل يوضح في ايه توضيح ما لمكان ما يعني مثلا ينزل للنبي الله سلام الله عليه قال وعصى ادم الله قال وعصى ادم ممكن نعم. تقول لي حضرتك دلوقتي هنا واضح ان نبي الله ادم عصى ام لا في 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 شرح في شرح القرآن الظاهر نعم عصيان ولكن هو ليس بعصيان وعصى آدم ترك الأولى ترك الأولى عصيان آدم بترك الأولى. ما هو ترك الأولى يعني ما تعرف ترك الأولى؟ ترك الأولى بأن الله شوف مكان العصمة أخي العزيز يا أشرف يا أخي من عندي طب أنا عارف مكان أنا مكان الأنبياء يا فندم ما معنى ترك الأولى؟ هو أنا أشرح لك مكان الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم ما معنى ترك الأولى؟ أنت تقول ترك الأولى هو أنا جاي أوصل لك يا فندم يا فندم ما معنى ترك الأولى عندك في نعم. معتقدك هو ترك للواجب وفعل للمستحب ده اسمه ترك الأولى عندك صح؟ بالضبط حضرتك بالضبط هنا نبي الله آدم عصى ترك الواجب ترك الواجب وفعل المستحب بعد أن قاسمه إبليس قسم امام انسان بريء صادق في نيته كيف المعصوم كيف يا عمي اول مره في حياته يكذب عليه هو معصوم دلوقتي يا عم الحاج هو معصوم دلوقتي اذا لا يؤثر فيه لا ابليس ولا غير ابليس المفروض كما انت تقول ترك كثيرا من الكفار عندما قسموا له الله المستعان انا بكلمك في نبي ويعلم انه كفار يا راجل انا بكلمك في قضيه العصمه ركز الان انت تقول كل شيء انا بكلمك انا بكلمك في قضيه العصمه الان في نبي الله ادم معصوم نعم يا شيخ اشرف ما معنى معصوم اطلت عليك رسول الله اليس بمعصوم طيب شكرا لك يا فندم حضرتك ما عندكش حاجه خالص 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 انت راجل شكلك كده كنت في حوزه مطرود منها او لسه بتدرس فيها يعني واضح كده ان هنخش مع بعض في جدال عقيم تمام يعني احنا واضح هنخش مع بعض في جدال عقيم فمن الواضح كده انت ما عندكش رد ولا علم حديث ولا حاجة اصلي ما صحح علماء لا اصلي ظاهر القرآن يقول هو الامام انا اعرضه على الظاهر ولا اعرضه على الباطن كل شيء بدين
يألف من راسه، يصحح يضعف. المهم انا امشي باللي انا عايزه بس يا عم اشرف، ومحدش يقول لي انت بتعمل ايه، انت تسمعني بس، مفروض ما تردش، لا تناقشني. لانه يجلس امام المعمم ولا يحرك ساكنا. تمام، هذه الاشكالية الكبرى اخواننا الكرام، بارك الله فيكم. فسبحان الله، دين مبني على الاكاذيب،